محاضرة اليوم، المحاضرة العلمية حول الأفاعي البرية في فلسطين كناحية تثقيفية وتعليمية من قبل أحد الطلبة من دائرة الطب البيطري. فحقيقة هناك كثير يجهل التعامل مع الأفاعي، لا سيما الأفاعي اللي ضررها بيكون قليل. الضرر اللي بيكون قليل بمعنى إنها السمية تبعتها قليلة جدا أو تكاد معدومة. فإحنا باسم كلية الزراعة والطب البيطري بنشكر طالبنا عبد الحليم جمعة اللي تبرع وتدرب لأكثر من سنة على هذا المجال، ورايح يعني يطلع طلبتنا، وهذا مهم بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية على الخبرة اللي اكتسبها خلال هذه المدة من عمل. راح أعطي محاضرة عن الأفاعي، طريقة التمييز بين الأفاعي السامة والغير سامة والإسعافات الأولية وطرق الوقاية منها. ملتقى ابدأ بنفسك، ملتقى موجود بكلية الزراعة والطب البيطري، هو عبارة عن مجموعة طلاب من مختلف التخصصات بالكلية. هدفنا نعمل أنشطة منهجية ولا منهجية داخل الكلية. طبعا احنا هون متطوعين بالجروب، بيكون أنشطة منهجية لنساعد الطلاب، أنشطة لا منهجية بعيدا عن أجواء الروتينية والدراسة للجامعة. واليوم حابين نستضيف طالب هو زميل لنا من كلية الزراعة والطب البيطري ليحكي عن الأفاعي واللي كتير ممكن تواجهنا بحياتنا اليومية وما نعرف كيف نتصرف معها.